نحن هلا عم نشهد مرحله التحضير للامتحانات، هاي المرحله بتكون صعبه مو بس على الطفل، خلينا نقول على الاهل والطالب، يمكن الاهل عم ياخذوا الجزء الاكبر، يعني في اهالي بتقلك انا اللي عم بدرس عنهم، يعني بالنهايه انا اللي عم نظم الوقت، انا اللي عم بكون قاعده، يمكن هاي الفتره تكون كثير متعبه بالنسبه للطرفين. صحيح رشا، وكثير بنسمع هلا كلمه الفشل الدراسي او بنعط شخص انه انت فاشل دراسيا، قديش هي الكلمه قاسيه اليوم، او قديش فينا صح، يعني قديش ما انه صح اصلا بتوقع انه نحن نطلقها، وقديش هي عامه، يمكن واحد بفترات معينه يقصر ودراسته. احيانا بتكون هي مفتاح للنجاح، في كثير حالات صارت بحياتهم من فشلهم بنوا شيء ناجح كثير بحياتهم. صحيح رشا، وكمان مثل ما ذكرتي نحن باجواء امتحانات، واليوم الشغل الشاغل للاهل هي الامتحانات لاولادهم بمختلف المستويات. خلينا اكثر نحكي عن عوامل النجاح والتحصيل العلمي والفشل الدراسي واسبابه، كيف ممكن نحن نتجنبه، كل هاي التفاصيل رح نحكيها لليوم مع الاختصاصيه التربويه رائده بعكر. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. إن شاء الله صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. إلا نجاح يا رب. آمين يا رب. اليوم خلينا هيك بداية نعرف أكثر شو هو النجاح الدراسي. هل هو أنه أنا أروح قارن بعلامات ابني مع طفل تاني؟ هل أنه لازم يكون علاماته كتير قوي لحتى أقول أنا ابني ناجح دراسيا؟ هلأ قبل ما نبلش خلينا نعرف شو يعني نجاح. وقت نعرف شو يعني نجاح وشو هي مفاتيح النجاح، لأنه بالحياة فرق بين اثنين اليوم. طبعا، لأنه النجاح بالحياة بالنهاية هو قرار. فالنجاح هو انك انت توصلي لهدف، لرغبه، لطموح، لحلم، خطوتي خطوات واساليب ساعدتك لحتى توصلي لهذا النجاح، سواء على الصعيد النجاح المدرسي او النجاح بالحياه او اي شيء. فالنجاح هو يعتمد على مفاتيح واركان، بقدر ما انت بتكوني حاطه اساسات ومفاتيح صحيحه بحياتك وليس بالمجال الدراسي حصرا، اللي هي الرغبة والشغف والإيمان والخطوات أنا بقولها هي معادلة ذهبية. هي المعادلة الذهبية اللي أنت من خلالها بأي جانب من كان بالحياة اشتغلتي عليها رح توصل للنجاح. أما النجاح الدراسي هو الناتج النهائي أو الحصيلة، خلينا نقول اللي من خلالها أنت وصلتي إلى النجاح اللي أنت بتبتغيه بالمادة الدراسية، بنجاح، بامتحانات، نتيجة الامتحانات، التقييمات أدت إلى هذا النجاح الدراسي. طبعاً النجاح الدراسي له عوامل، مو إجا النجاح الدراسي، لأنه نحن بنعرف 1% إلهام وتفكير وخيال، و99% هو جهد وتعب وتضحية ومثابرة. فالنجاح ما بيجي هيك، النجاح بده مفاتيح، بده أركان، بده خطوات، بده عوامل. فهالنجاح هذا الدراسي له عوامل. طبعا هي العوامل اللي ادت الى النجاح كثيره، يمكن تكون على الصعيد الاسري، يمكن تكون على الصعيد الشخصي، يمكن تكون على صعيد المدرسه. فهالنجاح هذا ما اجى من لا شيء، اجى نتيجه عوامل. طيب خلينا نحكي عن العوامل، كونه ذكرتيها كثير حضرتك بالحديث، خلينا نحكي مفصلا شو هي العوامل ممكن انها تساعدني على تحقيق النجاح. طبعا هالعوامل هي خلينا نقول بتعود للشخص نفسه، هو عنده دافع، عنده حافز، عنده رغبة. بجوز تكون على الصعيد الأسري، الأسرة مأميت لهم النجاح، مأميت لهم الاهتمام، العناية، المتابعة، البيئة الدراسية الصحيحة. ممكن تكون على الصعيد المدرسي، طبعاً المدرسة لها دور كتير كبير بعد الأسرة في طبعاً عملية شريكة بالنهاية. طبعاً هي الشريك الأساسية. بجوز طريقة التدريس صح، المعلم صح، بيأثر سلباً وإيجاباً مثل ما بنعرف، بيؤدي إلى التحصيل يكون جيد بالنهاية. بيكون البيئة المدرسية في تعاون مع الأهل، مع المدرسة، مع الإدارة، في تواصل دائم ومتفاعل. بجوز المواد الدراسية اللي عم ناخدها هي مادة متسلسلة، منظمة، مرتبة، وسائل اللي عم بيستخدموها عم بتساعد على الفهم، ما فيها ملل، ما فيها تعب. صح. كل هذا بيؤدي إلى لأنه يكون الطالب في تفوق دراسي، حتى مو بس أنه هو ناجح. بالإضافة إلى الخطوات اللي حضرتك، غير العوامل في عنا خطوات. مو الخط... طيب خلينا نروح للخطوات والتقنيات اليوم نحن مفروض نشتغل عليها لنأسس لنجاحنا أو نجاح أولادنا بالدراسة. طبعا النجاح هو هم كل حدا بالحياة، وبالأخص الأهل وقت يبلش الامتحان قبل الامتحان، يعني إنه نجاح وفشل وكذا. الخطوات مثل ما بالحياة في عنا خطوات وعنا أساسيات تأسيس. الخطوات الأولى أنا بقولها التنظيم، التنظيم ثم التنظيم. التنظيم هو إدارة حياتك، وقتك، برنامجك، خطتك الدراسية، من نوم، من أكل، من شرب، هاي أهم خطوة. اثنين، عدم التسويف.
والتراكمات. يعني أنا رحت على المدرسة لازم مباشرة أنا أرجع على البيت، ما سوف ما أجل، دائما يكون عندي متابعة، عندي استمرارية، ما خلي هاي التراكمات الموجودة. والأهم من هذا كله أني أنا أعمل بيئة دراسية خاصة فيني أنا بوجهها للطلاب، بتكون بعيدة عن المشتتات، بعيدة عن الضوضاء، يكون مكان مريح، مكان مناسب، مكان أنا أقدر، لأني عم بقعد ساعات أنا عم بدرس، وإذا ما كنت أنا مهيئة نفسي لأني أنا أدرس بمكان بعيد عن التشتت وبعيد عن، ما رح أقدر حصل. ثم التركيز، التركيز كتير مهم، التركيز مع المدرس أثناء الدراسة، التركيز أثناء الدراسة. أحلى ما أقعد أدرس 10 ساعات بلا تركيز، لا، ركز بالمعلومة اللي أنا عم باخدها وكررها، كل ما كررت كل ما حفظت، مو أنا كمان أحفظ أو كرر من دون فهم، لا، أفهم كرر أحفظ. يمكن الكتابة على الحفظ على هذه من خطوات كتير. النجاح أني أنا بقدر، هي تقنيات فيما بعد نحن بنعطيها للطالب كيف هو يثبت المعلومة، تلخيصات، تعليم، خرائط ذهنية، هي تقنيات لتكوني أنت ناجحة بالدراسة والتركيز الدراسي. طيب خلينا نحكي اليوم عن الفشل الدراسي، أيمت ممكن أنا أوصف شخص بهذا الوصف أنه هو فاشل دراسيا وكيف ممكن نعرفه؟ أول شيء الله يبعد الفشل، أنا ما بحب هالكلمة أبدا. خليني أقول خيبة تكون أمل، باب نجاح يعني. خليني أقول خيبة أمل، خليني أقول تجربة، خليني أقول فرصة، خليني أقول تجربة، خليني أقول تأخر دراسي. لأنه نحن وقت ما نقول كلمة فشل وكأنه أثبتنا في شيء اسمه فشل. الفشل أو صفة ملازمة طول الحياة يعني. لا، الفشل أو النجاح، عفوا النجاح أو الفشل هو قرار، أنت قررتي، أنت ما بدك تدرسي، أنت بتتحملي المسؤولية. طبعا مثل ما عندي عوامل للنجاح وعوامل للفشل كثيرة، ما فينا نقول دائما الفشل بحد ذاته يعتمد على الطالب حصرا، لا، هنالك عوامل كثيرة أدت إلى هذا الفشل. ممكن تكون داخلية، هي ما عنده حافز داخلي، يمكن تكون عقلية أو جسدية أو مرضية أدت إلى أنه هو يكون فاشل، يمكن الفوضى وعدم التركيز أثناء الحصة الدراسية والفوضى اللي بيعملها وعدم الانتباه أدت إلى الفشل، يمكن تكون أسباب خارجية منها الأسرية، مشكلات العائلات، اقتصادية، الصراعات، اقتصادية، الوضع الراهن، يعني بيروح يشتغل لحتى يساعد أهله، يمكن تكون اجتماعية، عم يرافق أسوأ أصحاب السوء يلي بيلهوا عن الدراسة وهي كتيرة، يمكن التواصل الاجتماعي اللي هلق إني كل نهار حاملين هالموبايل، الدراسة والموبايل بياخد كل وقت، يمكن تكون أسباب خليني أقول نفسية، هو ما عنده حافز، هو دائما شايف حاله هو فاشل، هو كل هاي أسباب. يمكن تكون من المدرسة بحد ذاتها عدم التكامل مع الإدارة، المنهاج صعب مو متسلسل، يمكن الوسائل اللي عم يستخدمها المعلم خاطئة، منه مؤهل تربويا، يمكن البيئة المدرسية فيها فوضى، فيها عدم تنظيم، يمكن يكون المنهج مو مرتب مو متسلسل، ما عم يراعي الفروق كل هاي أسباب تؤدي إلى الفشل. طيب هاي الأسباب اليوم بحاجة إنه نحنا أو شيء نعرف السبب الرئيسي، ودائما يمكن الأسباب النفسية هي الأهم يعني. طبعا. يعني حتى لو كانت الظروف اليوم مهيئة للنجاح، إذا العامل النفسي غير مهيئ فأكيد رح تكون الفرصة مثل ما سميتيها أو التجربة أو خلينا نقول بين قوسين الفشل هون مشكلة. يعني اليوم نحنا كيف قادرين نوصف حالة الطالب ونعرف مشكلته لنقدر مثلا خلينا نقول نعالج. طبعا كتير صعب على اي حدا بالحياه، صعب كلمه انه هو يحس حاله فاشل، بصير عنده اعراض اكتئاب وذم ولوم ونقص، وليش هو نجح وانا ما نجحت، وليش هذا احسن. اول شيء التقبل من الاهل ومن الطالب ونفهمه انه هذا الشيء طبيعي انه يصير نحن نفشل، والاهل عليهم التحلي بالصبر والحكمه لمعالجه هذا الموضوع. لازم نعرف المشكله، مجرد عرفنا المشكله هي جزء من الحل. من اسباب الفشل انك انت ما عم تعرفي وين المشكله، وقت انا بعرف المشكله وبعرف اسبابها وشو هي وشو اللي ادى الى الفشل بقدر حط العلاج. اذا معرفه المشكله هي اسباب، نقاط ضعفه، نقاط قوته، ليش هو فشل بتحقيق رغبه معينه خلينا نقول، او فشل بماده معينه، ما رح نقول بكل المواد. خليه يواجه المشكلة، نواجه غلطه، يواجه، نغير أفكاره، نزرع صورة ذهنية جديدة بدل هاي الأفكار اللي هو إنه هو فاشل، إنه هو ما رح يطلع معه، إنه رفقاته أحسن منه. نحاول نعمل بيئة داعمة نفسية بالتعاون
مع المدرسة ومع المدرس ومع الأسرة. الأسرة هون إلى كتير دور كبير، كتير إلى أولا أنا ابني فشل، ما بيجي كل شوي أنا بقول له أنت واحد فاشل، أنت كذا، أنت كذا، كثير على فكرة هاي النقطة. أنت أخوك ليك نسمع كتير ليك ابن الجيران نجح وأنت أنت مهيئت لك كل شيء وأنت فاشل. دفع دم قلبي عليك، ما المشكلة تماما، المشكلة غير الشخص نفسه، أنت ما توجهي للشخص نفسه، أنت هون عم بتحطيه بحالة نفسية صعبة جدا، ما عاد يقدر يواجه لا نفسه ولا محيطه ولا مجتمعه ولا مدرسته، أصلا ما عاد يفهم شو هو الفشل والنجاح. بدوري أنا أعمل مدرسين ومعلمين مؤهلين تربوياً إضافة لمعرفة المشكلة حتى يعزز ثقته بنفسه لها الشخص أو له الطالب اللي هو فشل بأي جانب من الحياة غير المجال، أني أنا أدعمه وأعيد أخلق له صورة ذهنية صحيحة وخلي يؤمن من جديد بأنه للإنسان قدرات يمكن مو شايفينها وموجودة فيها، نعزز قدراته ونطلعه من هالصورة هالفشل أو هالأحباط أو هالتراجع الدراسي. طيب خلينا نقدم هيك نصائح أخيرة اليوم لكل الطلاب، كونه نحن مثل ما ذكرنا بمرحلة تحضير الامتحانات، كيف ممكن هنون ينظموا أوقاتهم، كيف ممكن يستفيدوا منها ليتحضروا لفترة الامتحانات؟ تماما، كثير أنا بتشكرك على هذا السؤال، وأنا من خلال تجربتي وتقييماتي لطلابي كلهم بيقولوا لي أنسة نحن عم نقرأ وبننسى، أنسة ما بس يجي الامتحان ما عاد نعرف. أنا اليوم بدي أعطيهم بعض الإرشادات. تفضلي. واحد، أول شيء يا طالبي الغالي إن شاء الله كل عام وأنت بخير وإن شاء الله تكون سنة خير عليكم. أمين. ما تماطل، أخذت المعلومة مباشرة روح ادرسها، عيدها أول مرة، ثاني مرة، وثالث مرة، لأنه المخ بده التكرار حتى يحفظ بالذاكرة البعيدة المدى. العناية والاهتمام هو أهم شيء بالعملية الدراسية، وخلق بيئة مريحة لنفسك، بعد عن الانزعاجات، بعد عن التواصل الاجتماعي، بعد عن رفقاتك، حط خطة متكاملة، حط هدف، اكتب هدفك على ورقة هيك، حطه قدامك، لأنه وقت بيكون عندي هدف رح أسعى وثابر وما استسلم لأي فشل كان بالحياة. صحيح. حاول اتعاون، أنا قسم المادة الصعبة، ماذا كثير طلاب أنسى مادة صعبة، والله جزأ يا ابني هدية، اتبع مهارات تساعدك على عملية الدراسة بشكل سهل اللي هي موجودة حاليا، الخرائط الذهنية، التخيل، الصور، اربط على معلومتك بشغلات انت بتحبها، انت اعمل هاي البيئة اللي هي خاصة فيك تختلف من شخص لآخر، انت بتعرف وين انت ضعيف، وما تفكر اذا فشلت اول مرة الفشل هو نهائي، منه نهائي الفشل، انك ما تعيد مرة تانية، هو الفشل البناء. انا بقول ما في شيء بالحياة الا ما يكون له فرصة جديدة. طيب بسؤال أخير لحضرتك، اليوم نحن منشوف كتير شخصيات بالمجتمع، يعني اليوم نحن ما فينا نقول لأنه فشل دراسياً هو فشل بالحياة، عم نشوف شخصيات مجتمعية ناجحة جداً بعملها اقتصادياً اجتماعياً، ولكن هو فاشل دراسياً. أول شيء نظرة المجتمع دائماً يعني بتحسسك أنه لأنه ما معه شهادات هو فاشل، ولكن هو مجال ناجح. اليوم نحن يعني في تقريب بالقصة اليوم، يعني هل نحن اليوم لازم نحط المعيار النجاح الدراسي هو نجاح الحياة؟ أكيد لا، أنا حكيت من بداية كلامي قلت لك النجاح ما بالضرورة يكون النجاح صحيح. الدراسي أبداً النجاح. في نظرة اليوم للمجتمع هلق نحن عم نحكي على المجال الدراسي، نحن المجال الدراسي عم نهيئ هذا الطالب للمستقبل لأنه هو مصير، فأنت وقت بتهيئي طالب صحيح ومصير صحيح ودراسي ونجاح رح يأثر على البيئة اللي موجودة، رح يأثر على الأسرة، رح يأثر على المجتمع، فأنت هون عم تصنعي مستقبل فيما بعد أساس. فيك تنمي هواياته ومهاراته وتغذيها بالإيمان فيها والسعي إلى استمر ابدأ فيق، فالطريق قدامك، حتى لو أنت منك ناجح بالدراسة هذا جانب من جوانب الحياة، عندك جوانب كثيرة بتقدر تقوم عليها وتقدر تشتغل عليها، لأنه نحن وجدنا بالحياة حتى يكون عندنا هدف، عندنا رسالة، عندنا تأثير. وقت أنا بسعى لهدفي شو ما كان، رغبة، طموح، موهبة، وقت أنا بسعى لهذا الهدف
أكيد هذا اسمه نجاح. هذا النجاح صحيح. النجاح والسعادة هي شيء نشوة ما بتقدري توصفيها. ما في أحلى من كلمة النجاح. أكيد تمنياتنا لكل طلابنا ولكل الناس اليوم بالنجاح بكل مجالات حياتهم. نشكرك وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها. تسلمي لي إن شاء الله. أيامها تكون كلها نجاح. شكرا لكم. شكرا كثير لك. يمكن بموضوع الفشل الدراسي دائما الأهل بيربطوا عملية النجاح بالعلامة التامة أو يعني شبه التامة، لكن هذا الشيء يمكن الطفل ممكن أو الطالب بفترة معينة يصير فيه تقصير، ولكن هو اجتاز المرحلة. فمن القساوة بحس أنه الواحد دائما ينعطى شخص بالفشل الدراسي. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لكم كلكم. شكرا.